السلام عليكم دراري، معكم ادم انحيان سكيتر من قلعه الصراغ. نتمنى تكونوا بخير. هذا هو ثاني فيديو ديالي في هذه السيري اللي غنعلمكم فيها سكيت بوردينغ، والتريك ديالي هما اولي. بالنسبه لاولي هو تريك مهم كيفيدك بزاف كنتي غادي في الطريق، الا كنتي غادي مع صحابك كان شي تريتوار طلعوه. بالنسبه لك انت كتجيك واحد اللقطه محرجه باش تبغي تطلع شي تريتوار ولا شي حاجه، ضروري خصك تحط سكيت وتطلع. وانا جيت عندكم اليوم باش نوريك كيفاش ما تحنسرش في هذوك البلانات. دابا ليتس جو. دوزو البوزيشن فوت. بالنسبه للرجل اليمنية كتحط على حساب العلو، وكيتحطوا دائما صبع رجليك ما يخرجوش على البول. كان العلو صغير لهنايا، الوسط العلو كبير لاحقا في الضل هاد البلاصه هادي، بالنسبه لرجليك ما يفوتوش البول. اما بالنسبه للرجل ديال البوب دائما صبع الاول والثاني ديال رجليك هما اللي كيحكموا جهه البوب، وكتبرك مزيان على ديك الجهه وكتمين انت لقدام، كتمين لقدام باش ما تصدقش ديك البورد طيح. ضروري تمين وتفورسي على هاد الرجل ديال البوب، ما تنساش الرجل الاخرى ديال الفليك حتى هي تبوبي عليهم مزيان باش تعطي ديك لافورس ديال الدقه. وان فوتت تبرك على البوب اوتوماتيكمون الرجل الاخرى خاصها تدور باش تحك، ضروري خاصها تدور باش تحك. وانا كنفضل دير هاد الحركه هادي 50 مره متابعه باش هكا الرجل تحفظ هاد الطريقه هادي ديال الفليك، بحال هكا تحفظها مزيان الرجل تولي اكتيف مع البورد في هاد الحركه هادي. دابا غندوزو للبوزيشن فوت، غنوريها لكم بيدي باش تكون الشرح مفصل مزيان. بالنسبه للرجل اليمين ضروري خاص البول يفوت جوج صبع رجليك، والرجل ديال البوب ضروري صبع الاول والثاني هما اللي كيحكموا البول، ضروري تميل لقدام، هادي اساسيه في اولي، ضروري تميل لقدام باش يعطيك اولي زوين. ندوزو بوزيشن فوت باش تعرفو فين كتحطو رجليكم مزيان. اولا متخرجش صبع رجليك، متخرجش صبع رجليك، والفليك متفليكش جهة هيل، متفليكش جهة القدام، ومتفليكش جهة كيك فليب لو، دايما فليك الوسط ما بين وسط الفيستريات، ضروري باش يعطيك اولي حنين كيما كنقول، ضروري وسط الفيستريات وحك وشد التمركز ديالك على البورد مزيان وحك مزيان، ضروري تقدر هاد الحركة باش يولي عندك اولي زوين ومقاد بحال هاكا. كيد عليكم الدراري ما تنساوش تميلوا لقدام باش يعطيكم اولي زوين، واولي كل من يجي شويه زعما تكون طلع بيه شي حاجه مرتاح بحال هكا. فوالا الدراري، دابا سالا الفيديو ديالنا، نتمنى تكون استفدتو مزيان. الى عجبكم الفيديو ديروه لايك وسبسكرايب ولا بارطاجيو، ولا سيرو عند المنصة باش تعرفوا على المزيد انستغرام ولا فيسبوك اللي بغيتو. المهم الى عجبكم الفيديو لايك وسبسكرايب وبارطاجيو، ونتمنى تكونوا استفدتو مزيان، والسلام عليكم.